عسلامتكم ومرحبا بكم في كبسولات تكنولوجية باللهجة التونسية. معكم أنس الذهبي، باش نشوفوا مع بعضنا تطبيقة جديدة. اليوم باش نحكيو على Co-Spaces EDU، المنصة التعليمية الخاصة بالاي ار والفي ار in the classroom، يعني الاوغمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي او الواقع الافتراضي والواقع المعزز في القسم. في الكبسوله هذه باش نقدم لكم كيفاش نتحكموا في شخصيه، حيوان، منازل، اشياء، وسائل نقل، نباتات وغيره. مثلا سنختار شخصيه من الشخصيات الوارده في القائمه، مثلا هذه الشخصيه، و تلاحظون هنا وجود 4 يعني مناطق للتحكم في هذه الشخصية. أولها هي المنطقة هذه اللي هي drag to scale، يعني نضغط للتكبير أو التصغير، يعني هذا الجزء من البرنامج يخلينا نكبر ونصغر في الكائنات والشخصيات المستعملة. الجزء الآخر هو drag to lift، يعني نستعمله يا إما رفع أو تنزيل الشخصية إلى مستوى المطلوب. الأوبشن الموالية rotation mode، وتشوفوا لهنا rotation يعني مش نعملوا استدارة للشخصية من زوايا مختلفة. هذه الزاوية الأولى، هنا هذه الزاوية الثانية، هذه الزاوية الثالثة، وهنا الزاوية الرابعة، طبعا على حسب الموضوع اللي انتم تخدموا عليه. الامكانية الرابعة هي translation mode، يعني انه نسحب الشخصية يمين يسار، امام خلف، فوق تحت. بنفس الطريقة في هذا الجزء من البرنامج، كيف نختاروا مكعب، نجم الجزء هذا يتغير ويولي رفع أو زيادة مستوى المكعب بالطول أو بالعرض أو حتى السمك متاعه على حسب المطلوب وعلى حسب الرغبة. يعني إذا كان نحب نصنع حائط مثلا عنده سمك معين وطول معين، هذه هي الطريقة المناسبة. مرحبا بكم في كبسولتنا اليوم. بالسلامة.